واول تغيير لنادي الاهلي وكعبة الكرة على طول تاني نقلة واحدة ويخش يلمس على طول لويس فيجو وتلعب كرة حلوة. اوعى ده اوعى ده ابتدى اوعى الشوطه بتاعت روبرتو كارلوس يا عصام يا حضري يا عصام يا حضري هوبا يا ماكاليلي يا ماكاليلي لك شوف روبرتو كارلوس عملها ازاي وقفها في ثانيه وقفها في ثانيه وايه بقى صواريخ بتطلع لو في كمبيوتر دلوقتي كان قال لك بسرعه كذا والمقابله الجميله واللمسه حلوه ومش اوف سايد اوعى 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 سافيو هوبا اوعى ده اوعى ده الحمد لله دي قلشت من مين من زيدان لكن اتلعب الجملة تكتيكية ريال مدريدية مش ممكن دي باصة ولا ريال مدريد وائل جمعة كان عايز يقابل كده واحدة لكن خش احمد ابو مسلم يلا يا احمد حاجات الارجنتين عايزين نتفرج عليها ويدي جمال جندور فاول على مين لويس فيجا رقم اربعة فرناندو ريو وزير الدفاع وكرة ما فيهاش اوف سايد وخطر تاني واحدة بقى ده كلام بقى ده كلام بقى ده كلام ولازم نخلي بالنا ايه تحكيم اوروبي وتلعب يلا عصام يلا عصام ويطلع عصام احمد يا عيني على الترقيصة ترقيصة ارجنتينية يا ولد جايب جون لسه شايفينه قريب مش ممكن اوعى ده اوعى ده روبرتو كارلو يا على البلياردو يا على البلياردو جت على اليمين اقول لحضرتك اللعيب ده عند انا ده مش ممكن يلا علاء واعمل اوفر وخد على الطاير بقى هوبا لسه كرة معاه هوبا عصام حضري هوبا عصام حضري خرج اشرف امين للاصابه ولعب مكانه ابو المجد مصطفى ومع بدايه الشوط الثاني نزل ساندي وايضا وخطرها اهتم بيها شويه يا راجل يا راجل يا علاء فرصه دي فرصه قدام ريال مدريد فرصه قدام ريال مدريد علاء ابراهيم وكاسيلاديس وسلجادو ماك مينمان يشوف الكرة وخطرها التاريخ يا راجل هوبا كرة طويلة شبكة يا سيزار ماكاليلي وبيلعبها على طول تاني هوبا هو انت عايزك على طول اوعى اوعى دي اوعى دي صاروخ اهلاويه هجم في الاهلاويه بلنتو يا هدف ارجنتيني انت فعلا تشوف يعمل هجمه مرتده كما انزلت حقيقه يعني بيعملها حلوه 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 نفس اللي عمله في الارجنتين وثمان ده يا اولاد يعني في ماتش تاريخي يبقى ماتش كبير اوعى دي اوعى دي خطوه يا الكوره اللي
وأسعدنا بكم يا أولاد.